شكوى. نعمل شكوى ازاي بص، اولا في اولا عصر الناس الاسلام؟ لازم تتعلم تشكي او تقدم شكوى حتى ولو على علبه كشري ولو على حاجه تافهه. احنا مشكلتنا انه جهاز حمايه المستهلك والحكومه لا تتلقى شكاوى الا في حاجات عربيات، السلع المعمره، الحاجات اللي هي بتبقى غاليه، يقول لك اروح اشتكي. انما الحقيقه ثقافه حمايه المستهلك لابد ان تتجذر عند الناس بالشكل اللي يخليهم يطلبوا انهم يعملوا، حتى ولو كرافته طلعت مش عارف فيها خيط ولا مش عارف قلم جابه غلط. يعني لازم يبقى عندنا الثقافه دي. 19588 ده رقم الرقم الساخن لجهاز حمايه المستهلك، هيرد عليكي 19588. هيرد عليكي شاب من الشباب، وفي غالب الاحيان هيبقوا من الولاد اللي احنا دايما بنتكلم عليهم اللي هم شباب الخدمه العامه اللي لسه بيبقوا خارجين بياخدوا سنه الخدمه العامه في الجهاز. جهاز عامل التجربه دي من فتره، والحقيقه التجربه رائعه، وبتمنى ان معالي وزير التموين يعني في اتجاه ان يعمل ده ان شاء الله في وزاره التموين بإذن الله. كمفتشين تموين تتعمل خلال المرحله اللي جايه. فبنتصل على الرقم ده نتصل على وبيرد الرقم، بياخد علينا الشكوى، شخص. بيديك رقم شكوى، رقم الشكوى دي بتتابع بيها، وهيبقى في حد هيتصل بيكي يقول لك انه حصل ايه في الشكوى حصل دي ايه في بعد قد ايه الشكوى، تقريبا؟ يعني خلال 24 هم بيردوا خلال 24 ساعه.